إذن متابعينا الكرام، كما سمعتم في الخلفية، وهذا لحظة هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على الشبان وإطلاق الرصاص الحي باتجاههم في حوارة جنوب نابلس، حيث ما تزال المواجهات مستمرة لغاية اللحظة في بلدة حوارة إثر عربدة المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال، حيث اعتداءات مستمرة ومتواصلة منذ صباح هذا اليوم باتجاه الأهالي في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. نتمنى السلام لأبناء شعبنا ونبقى وإياكم على المتابعة في حال جد أي جديد.